ينضم إلينا من مخيم عين الحلوة بصيدا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد. بداية، ما هي أبرز المشاهد لديك الآن من تفاصيل التي رصدتها بالفعل حتى الآن؟ تحياتي لك في البداية. ربما المشهد الأساسي الآن هو تصاعد حدة الاشتباكات داخل المخيم واستعمال الأسلحة الحربية بمختلف أنواعها والأسلحة الآلية. يسمع من المخيم أصوات إطلاق رصاص متتالي وإطلاق قذائف صاروخية، إضافة إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان من مناطق متفرقة داخل المخيم. المعلومات الأولية تقول أن ارتفاع أعداد القتلى إلى 9 قتلى، بالإضافة إلى أكثر من 45 مصابا حتى الآن، وفشلت حتى الآن كافة الجهود المبذولة من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار داخل المخيم الذي يشهد هذه الأعمال منذ مساء أمس الأول، وتتصاعد الحدة يوما تلو الآخر ووصلت إلى ذروتها في الوقت الحالي. هناك أيضا بشكل حاسم، لأن هناك محاولات لوقف إطلاق النار والوصول إلى يعني محاولات في ظل تصاعد المواجهات، وكما نتابع على شاشة القاهرة الإخبارية الآن يعني محاولات للتهدئة، هل فشلت بشكل حاسم كل هذه المحاولات؟ بالتأكيد كافة محاولات التهدئة فشلت بشكل واضح. إطلاق النار لم يتوقف على مدار اليوم، بالعكس تزداد حدته وتنتشر الرشقات الصاروخية من مكان إلى آخر وتتصاعد ألسنة اللهب. الرصاص الطائش في محيط المخيم وتحديدا في منطقة صيدا لا يزال يهدد اللبنانيين المقيمين في محيط المخيم. هناك حالة استنفار كبرى في محيط المخيم، إضافة إلى خلو الشوارع بشكل كامل من المارة وإغلاق المحلات. يعني نحن نتابع هذه اللقطات معك الآن على الشاشة، يعني يبدو أن هناك أيضا ألسنة دخان، ولذلك أنا أسألك أيضا يعني كيف تتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه التطورات، طبعا محاولات للتهدئة ولكن أيضا مع الوضع الميداني الحالي. ربما تسمعين الآن أصوات الرشقات والانفجارات داخل المخيم. هناك اتفاق ضمني قديم بين المؤسسات الدولة اللبنانية وبين الفصائل وبين السلطة الفلسطينية والقوى المسيطرة على المخيم، بأن يكون الأمن داخل المخيم هو مسؤولية الجهات الفلسطينية، والأمن خارج المخيم هو مسؤولية الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية اللبنانية. وبالتالي هناك انتشار مكثف للجيش اللبناني على مداخل المخيم، إضافة إلى مناطق أخرى، وخصوصا بعدما تعرضت مراكز للجيش اللبناني إلى قصف بالأمس جراء إطلاق النار العشوائي وإطلاق القذائف الهاون العشوائية أيضا، فتعرضت مراكز للجيش اللبناني لاعتداءات، كما أصيب عدد من العسكريين في هذه الإصابات. وهل ما دفع الجيش اللبناني لدخول عربات الإسعاف؟ الإصابات متنوعة داخل المخيم، هناك إصابات في الرأس وإصابات في مناطق متفرقة، هناك أكثر من 45 مصابا حتى الآن. بالنسبة لدخول السيارات فالوضع غير آمن على الإطلاق، السيارات الإسعاف تدخل ولكن بشكل متفرق وغير قادر على الدخول للأماكن التي تشتد فيها الاشتباكات في الوقت الحالي. الاشتباكات لم تتوقف من أجل فتح الممرات للأعمال الإنسانية لدخول وإجراء عمليات إغاثة الموجودين داخل المخيم، ولكن من الحين إلى والآخر تخرج عدد من الأسر المقيمة داخل المخيم إلى الخارج في محاولة للفرار من هذه الاشتباكات الدائرة، وتتوجه إلى مناطق ربما تكون البعض يعلم إلى أين ستتوجه، وهناك أسر أخرى لا تعلم إلى أين ستتوجه، وهي منتشرة في مؤسسات خيرية ومؤسسات للمجتمع المدني في محيط منطقة صيدا. طب أحمد اسمح لي ونحن نتابع هذه اللقطات أن تسرد لنا بشكل سريع أبرز ما جاء في خلال الساعات الماضية بتسلسل.
ربما بدأت الاشتباكات أمس الأول وزادت حدتها بالأمس، وخصوصا بعد استهداف قيادي أمني كبير تابع لحركة فتح وعدد من مرافقيه داخل المخيم في كمين أعد داخل المخيم، وهما أدى إلى تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة التي طالت كما ذكرت، أو طال الرصاص الطائش والقذائف الطائشة طالت مراكز للجيش اللبناني، وهو ما دفع بالجيش اللبناني إلى إصدار بيان بالأمس أكد فيه أنه سيرد بالمثل على مصادر إطلاق النيران فيما حال أو حال إذا ما استهدفت مراكز تابعة له مرة أخرى. أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أصدر بيانا استنكر فيما يجري، واعتبر أن توقيت هذه الأعمال مشبوه، وخصوصا في ظل التطورات المحلية والإقليمية، كما تحدث أيضا على رفض لبنان لتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية. أيضا هناك جلسة الآن أو منذ قليل كانت منعقدة لمجلس الوزراء اللبناني، وخلال هذه الجلسة تحدث رئيس الحكومة أيضا عن الوضع داخل المخيمات، وتحدث أن لبنان يرفض بشكل كامل أي اعتداء أو أي خروج عن نظامه داخل هذه المخيمات، داعين كافة المقيمين على أرضه إلى احترام الدولة اللبنانية واحترام سيادة القانون في الدولة اللبنانية. هذا على الصعيد السياسي. أما على صعيد جهود التهدئة فهناك أكثر من اجتماع عقدت على مدار الساعات الماضية، وفي نهاية كل اجتماع كان هناك توافق حول التهدئة، ولكن يبدو أن من شارك وحضر في هذه الاجتماعات وممثليها غير قادرين على فرض هذا الاتفاق على أرض الواقع. لم تتوقف الاشتباكات إلا ساعات قليلة في الليل، ثم عادت وتصاعدت مرة أخرى كما نشاهد الآن، وهناك حالة من الذعر سواء داخل المخيم أو في المناطق المحيطة بالمخيم. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من صيدا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.